عليكم. نتمنى تكونوا باحسن حال، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا هاد اللوك، بغيت يكون شويه لوك مغير، شي حاجه ما فايتليش درتها، شي حاجه ما عمرني درتها. فكما كتشوفوا اللوك شويه مبدل، لي لونتي والايلاينر غوز. هاد الايلاينر واعر واعر بزاف وعجبني بزاف. اللوك ديال اليوم اللي غادي تسولني على لي لونتي، لي لونتي من بيلا سميتهم نيفي بلو. الا شفتوا الفيديو كتبدل الاضاءه ديالو راه غير بسبب الجو وبسبب واحد الغيمه كدور علينا هنايا. او فوالا فوالا، نخليكم مع الفيديو، نتمنى الفيديو يعجبكم. بعدا قبل ما نخليكم مع هذا الفيديو، سمحوا لي على الفيديو اللي فات على الفلوغ، في المونتاج كان مشكل. علاش؟ لانه ما كيعجبونيش لي فلوغ، ما كيعجبونيش لي فلوغ، داكشي علاش ما غاديش نحط حاليا الفلوغ الثاني والفلوغ الثالث ديال تركيا، وما غاديش نحط حتى الفلوغ ديال مراكش. من هنا القدام يعني غالبا غادي يكونوا دي توتو ميك اب يعني لفتره معينه، حتى ويلا قديت ان شاء الله لي فلوغ الاخرين غادي نحطهم بيان سور، ولكن ام نوت انتو فلوغز. يعني صراحه كيعذبوني في المونتاج، كياخذوا لي وقت طويل باش نمونطيهم، داكشي علاش ما غاديش نحطهم حاليا وما كنستمتعش وانا كنمونطيهم، عرفتوا؟ فلقيت راسي بزاف 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 في لي توتو ميك اب، داكشي علاش جايين بزاف ديال لي توتو ميك اب. المهم اليوم غادي يكون حتى التوتو ديال هذا الحجاب في الفيديو، تابعوا حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش قديت التوتو الحجاب واعر بزاف. المهم اللي غتسولني مني خديت هذا الحجاب، هذا الحجاب كان عندي شحال هادي، من عند واحد لاباج غادي نخليها لكم، سميتها في لابغدان فو، حيت دابا نسيتها. بلا ما نطول عليكم، ديجا راني طولت عليكم، بغيت نقول شي حاجه اخرى، بلاتي نقول لكم غير حاجه اخرى وغادي نخليكم تفرجوا. شنو بغيت نقول لكم؟ لانه هاد القناه مسكينه مهمله، وحتى لي فيديو قدام انا ما رضيتش عليهم وما كنتش كنهضر معكم بزاف، كنت بحال داك اليوتيوبر زيزونا، وبزاف ديال الناس مخلصين واوفياء متابعيني لانهم حسوا بلي عندي شي حاجه نقولها لهم، ولا حسوا بلي كيشبهوا ليا فشي حاجات. كنشكرهم بزاف بزاف، وكنوعدهم بلي الجاي غادي يكون حسن ان شاء الله باذن الله الى وفقني الله. الله 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 فوالا. بحالي حتى بطلان تخو حيت بزاف كيقولوا لي كتهضري بزاف الهضره. المهم نخليكم مع الفيديو، نتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تشاركوا بالقناه، تشاركوا بالقناه، ديروا جيم، وتخلي لي رايكم وانتقاداتكم، اي ملاحظه، وتبارطاجيو الفيديو باش تعاونوني نكبر القناه، كبروا تكبر العائله. يلا نخليكم مع الفيديو بلا ما نزيد نطول عليكم. كما كتشوفوا راه وجهي وبشرتي تعبانين، حالتهم حاله. غادي ندير هذا الماسك هذا اللي فايت اللي استعملت منه، يعني درته البارح، لا ماشي البارح يا ربي، عقلتش انا نهار بالضبط، واستعملت منه واحتفظت به، كنت مغطيه ببابي واحتفظت به، ودابا غادي نعاود ندير منه زوين بزاف. شنو فيه؟ فيه لارجيل فيغ، الطل الاخضر، زيت ارغان، ومد الورد. شوفوا كيفاش لا تيكستور ديالو، حيت فيه زيت ارغان كاع ما يبس ما حتى حاجه، واعر بزاف، حيت عندي بشره جافه الى مختلطه، وفيها شويه ديال الحبوب، داكشي علاش درت زيت ارغان. من جهه لارجيل فيغ غادي يحيد لي الحبوب وينقي لي البشره ديالي، ولكن حيت هو كينشف البشره داكشي علاش انا درت زيت ارغان باش يتحافظ لي على الرطوبه او الترطيب ديال البشره ديالي. انا ما نقدح جبعني، غادي نخليه غادي تكون دازت بضع دقائق. المهم خليه حتى يقرب يبس، ولا حتى يبس. انا في هذه الاثناء غادي نقدح جبعني بهاد لاباليت، بهاد الكيت هذا ديال يان اندوان، اللي غادي تشوفوه بزاف ديال الفيديوهات ديالي، زوين بزاف. النمره ديالو هي 01 فيري تشيزنوت براون. غادي نرجع بهاد الكريون ديال فلورمار، غادي نعمر الفراغات و نفيني مزيان الحجبان ديالي. سميتو اي براو لاينر، و النمرة ديالو لا النمرة ديالو 005 دارك براون. غادي ناخد ال اي جير برو كونسيلر و نقي بيه حجباني. و
فوالا هو تقريبا نشوف انا بديت كنمسحو بلا ما يعني اوف كاميرا غادي نحيدو كامل وعاد نبدا الماكياج ديالنا. بعد ما غسلنا وجهنا من الماسك مشيت غسلتو غادي نبريباري الجلده ديالي لانه الجو دابا بارد ف البشرة الجافة كتعرض بزاف للجفاف وكتقشر وكتولي حالتها حارة وإلا كانت عندك شي حبوبية وإلا كتخليك لي طراس المهم لي طراس بزاف ديال المشاكل داكشي ضروري قبل أي مكياج كيما كان واخا غير عادي ديال كل نهار وعندك إمبو ساش وحتى إلا كانت عندك ماشي ساش ضروري ترطبي البشرة ديالك برايمر ديال فينتي بيوتي سميتو سوفت مات. بالنسبه اللي غادي يتسائلوا شنو مالي في صبعي صبعي مسكين قطعته ب بوطه ديال الطون جيت نحل بوطه ديال الطون و تقطع لي الصبع غادي ناخذ هاد الفونت طان ديال استي لودر دبليو وير في لاتانت دو دبليو في ان دام هاد الفونت طان زوين صراحه هو ماشي بحال فينتي بيوتي فينتي بيوتي مفضل عرفتو علاش لان فينتي بيوتي كيبقى نهار كامل رجع ديريه من 8 الصباح حتى 12 الليل غادي يبقى وما غادي تقعد حتى حاجه راه خديت ديبون اليمينيتور من عند فلوغمار غادي ناخذ هاد ميم كونسيلر ديال برو جيرل I've seen you a million ways to get things back your way. I'll be honest tonight, so tomorrow I'll be fine. I've seen you a million ways to get things back your way. When you put up a fight, trying to make things right. سميتو غرانديوز لاينر و النيميرو ديالو 40NA ومن هنا غادي نوريكم الطريقه ليكم كيفاش ديروا ايلاين فنبداو كنديرو خط صغير حدا الخط ديال الرموش كنرسمو الوينغ الشكل اللي بغينا كنرجعو باش نلاقيو هاد الخط مع هاد الخط غادي نرجع بايلاينر كحل باش نقاد هاد الخط ديال الرموش هاد الهايلايتر من لانكوم سميتو شيمرين باف جويل فينيش هايلايتر Thank you.
وجه لبغ ديال هدى بيوتي اللي سميتو فينوس اللي كيعجبهم بزاف وشحال من وحده كتسولوني عليه فيما نديرو كيسولوني عليه البنات وجه لبغ ديال لانكوم اللي سميتو كولور ديزاين النمره ديالو 342 فيكساتور ديال ميك اب ريفولوشن اللي سميتو بروفيكس وبعدا غادي نكون ساليت لوك ديال اليوم I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me.